باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الرب الإله الذي ارتضى أن يكون تحت الشريعة متمما كل الفروض، أنت أيها الرب الإله لأجل محبتك صرت إنسانا لكي تعطينا حياة جديدة وشريعة جديدة، شريعة المحبة التي بها أحب الله الإنسان المخلوق على صورته ومثال. أنت أيها الرب الإله قبلت أن تحمل على يدي سمعان هذا المخلوق الذي انتظر خلاصك كما ننتظره نحن أيضا في هذه الأيامات المباركة، ننتظره لأنك أتيت لتعطينا هذا الخلاص الذي وعدنا به الله. اجعلنا يا رب أن نشعر بهذا الحضور كما شعر به سمعان، وبهذا أعطى شهادة لهذا الخلاص، لهذا الحضور بحياته اليومية. أعطنا نحن أيضا أن نشهد لمحبتك وحضورك في حياتنا بكل عمل وقول مرضي لديك. أنت هو خلاص نفوسنا بشفاعة أمك الكاملة الطهارة والقديس جوارجس والقديس سمعان الذي نضع حياتنا بين أيديهم معك أيها الرب الإله، لأنك مبارك كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.